بفاميلي لليوم رح نحكي عن الاولاد اللي بيستعملوا اليد اليسرى او بيستعملوا الايد الشمال للكتابه، هل في مشكل فيها؟ هل ممكن تاثر على حركه اليد او حتى على درجه ذكائهم؟ وهل بالعكس هن متميزين عن غيرهم؟ هل لازم نجبرهم يستعملوا كمان الايد اليمين؟ وشو الفرق؟ كل هالاسئله رح نطرحها على يارا سعاده، وهي بسيكوموتريسيان، وهي يعني بتشتغل بجمعيه فادر روبرتس، وايضا منسقه مجموعه من البرامج البيداغوجيك الماتيرنال والماتيماتيك لحضانات ومدارس. صباح الخير. بونجور. اهلا وسهلا فيك. ليش بيخلق الولد بيستعمل الايد الشمال مش الايد اليمين؟ هلا في اولاد، نسبه الاولاد الفشلويه اجمالا هي 15%. بيولوجيكمون بتركيبة دماغهم بيبقى الميلة المسؤولة بالدماغ عن الحركة تبع الولد هي معاكسة، يعني إذا أنا بدي أستعمل جهة اليمين بتكون الجهة بالدماغ اللي هي مسؤولة عن الحركة هي الشمال والعكس، فهي بتركيبة الدماغ بتركيبة الجسم موجودة عند الولد. ما في فرق بينهم وبلا يعني بينهم وبين أولاد تانيين اللي بيكتبوا بإيد اليمين أو بيستعملوا الإيد اليمين؟ هو بالإجمال مفترض ما يكون في فرق، بالعكس هني مرات أسكى ومرات دوي أكتر لبعض الهوايات. في كتير عالم مشهورين مثل بيتهوفن، مثل ليوناردو دافنشي، مثل بولي، مثل كتير كتير عالم أكتر لعيبة الفوتبول المشهورين اللي بيكتبوا بإيدهم الشمال. مزبوط. مع أنه المجتمع أبداً مش مجهز ليكونوا الفشلوية مرتاحين، لأنه كل الأغراض اللي بنستعملها من السوري تبع الكمبيوتر، الكاميرا مثلاً وقت بدنا نتقص جهة اليمين، السلولار، حتى مرات إذا مرت عم راقب الجيش كيف بيتمرنوا دايما بجهة اليمين، بقى أكيد الولد الفشلاوي مجهز وأسكى تيتكيف بهالمجتمع اللي كله رايح صوب اليمين. في منهم بيوصل وقت بيقدروا يستعملوا الإيدتين بذات تقريبا بذات القوة. مزبوط. هلا في حالات كتير قليلين بالعالم هن اسمهم أمبيدكستري، بيكونوا قوية بالإيدتين، بس هون لازم كتير ننتبه ونكون أكيدين إنه هو الولد عن جد أمبيدكستري، لأنه إذا ما كانوا أمبيدكستري ممكن يكون بحالات الولد الفشلاوي المعاكس غوشي كونترارييه. يعني مرات الولد يا الاهل بيقصدن او بلا قصدن، يا المعلمه يا المدرسه ما بينتبهوا انه هو فشلاوي، بقى بصفي هو ضايع، بيصير مرات يشتغل باليمين مرات يشتغل بالشمال، هون بنشوف انه يي هو دوي يشتغل باثنين او يي قوي باثنين، مع انه مش هي هي بتكون مش هي طاقته، بكون هو افضل يشتغل بايد وحده حتى يقويها اكثر والثانيه تضل على راحتها. بالثقافه القديمه كانوا يجبروا للولد يستعملوا ايد اليمين، حتى بالعنف مرات او بالضرب يجبروه انه يستعمل ايد اليمين ليكتب. مزبوط. قديما كان ما بيفكروا انه ما بيسوى، هيدا مرض، هيدا مشكله، هيدا مزبوط 100%. بس وبعد ما نلاقي لهلا حتى جدودنا بعدهم لهلا، وبعد عندي اولاد بيجوا لعندي على العياده بيقولوا لي مثلا بيكونوا بيقضوا بعد الظهر عند ستهم او عند حدا من قرايبهم كبير بالعمر، بيكونوا جابرينهم، وللاسف ما بنشوف هيدا الشيء الا لعمر مؤخر، يعني بعمر 7-8 سنين بيجي لعنا الولد كرمال مشاكل تانية، بيكون عنده مشاكل بالكتابة، بيكون بلش يقلب بالأحرف، بنشوفه مكركب مش منظم، مرات بيصير في طقطقة، بيكون ما عم بيقدر يحكي، ما عم بيقدر يثبت حاله، هوايته كلها مش ثابته، مشاكل كثير متفرعه بتروح من هالمشكله. وبتكتشفوا انه هذا الشيء بسبب الكتابه بالايد اليمين بينما هو بيكتب بالشمال؟ هلا نحن عاده لانه بنضوع على هيدي المشكله، لانه نحن اخصائيه بالموضوع وعنا اختبارات، يعني في عنا اختبارات اولا للعصب تبع الجسم، مثل ما قلنا بالاول انه هو تركيبته للولد بتكون مركبه عكس ما هو اليميني، حتى اذا بنعمل تيست العصب، يعني اذا بهدي له ايده للولد بجرب له يرخيها، اذا هو يميني مفترض الايد اليمين يكون صعب عليه يرخيها والشمال يكون اهين. الفشلاوي بنحس نحن وعم نعمل الاختبار انه في شيء مش ظابط، كمان بكاليتي نوعيه الحركات اللي بيعملها عفويا، يعني اذا بنقول له دق الباب، قص بالسكين، محي، حك، بيستعمل الشمال، بس وقتها نوصل للكتابه بنشوف انه بيكتب باليمين، وعاده بيكون الخط مفركش. بس هون لازم نميز، لانه مرات كمان عندنا حالات الديسغرافي يلي هي صعوبه او خلل بالخط، بيوصل لعنا الولد عاده من المدارس انه خطه ما بينقرا، هون بيكون كثير صعب نبلش نحدد بهالعمر، يعني 7-8 سنين نحدد اذا قصه ديسغرافي او لا معاكس فشلاوي معاكس. بدي اذكر يارا انه فينا ناخذ اتصالات اذا حدا عنده سؤال حول هالموضوع، على استعمال اليد اليسرى او اليد الشمال او الفشلاوي او في لها عده تانية. مزبوط. مع انه انا فشلاوي ما بحبها لانه جاي من فشل،
فشلاوي، يمكن فشلاوي لانه جاي من فشل، ما له ولا تفسير على الجهه الشمال او اليسار، يمكن من هيك صارت الكلمه العاميه فشلاوي. ابتداء من اي عمر بنقدر نكتشف اذا الولد بيستعمل ايد الشمال او الايد اليمين؟ لانه بعمر كثير صغير بيستعملوا الايدتين 100%. هلا هو بالنمو الطبيعي تبع الولد يعني اعتبره من عمر سنتين لثلاث سنين اربع سنين، كل ولد عم يلعب بطريقه عفويه وتلقائيه، بياخذ لعبه من هون بشيل من هون، بيكون بعدها حتى حركته مش كثير متطوره، يعني اذا اللعبه موجوده على يمينه رح يسلقيها باليمين، واذا على شماله بياخذها بالشمال، بقى بيلعب بطريقه كثير عفويه بالايدتين. وقت يبلش ينطلب منه حركات اكثر منظمه ودقيقه، ببلش يحس انه انا لازم اعملها بايد والثانيه بس بتساعد او بتتلقى. هلا للاسف بلبنان المنهج كثير كثير سريع، يعني الولد مطلوب منه يمسك قلم ويبلش يكتب بعمر كثير صغير، مع انه بتكون نمو وحركه ايده مش كثير بعد متطوره، وبنحط بموقف مضطر ينعرف اي ايد اقوى، يعني بعمر 3 سنين 4 سنين بلشوا المدارس يطلعوا اي ايد اقوى، اي ايد بده يمسك القلم. هو بكير 3-4 بكير. سنين؟ اكيد بكير، يعني هو بننطر للخمس سنين ست سنين بنضلنا نراقب الولد ونضلنا بنضلنا نحطه بمواقف عفويه. وهون كثير مهم كمان نذكر انه اذا انا عم بعمل شغله قدام الولد، خاصه للمعلمات او للاهالي، اذا انا عم بعلمه يكتب او عم بعلمه حل لشغله، يفتح علبه، يربط بوطه، شو ما يكون عم بيعمل، ما لازم اعملها بوجهه، لازم اعملها من حده، والا رح يفوت بالافام يروار، رح يقلدني. رح يصير يقلد بالايد بالايد العكس، بالايد اللي ميلتي، يعني رح يلحقني. بدنا ناخذ اتصال من ميرنا هيئة انه مرت بهيك خبره بحياتها. ميرنا صباح الخير. الو هاي. يا اهلا تفضلي. بس بدي اقولكم ميرسي لان عم تحكوا عن هذا الموضوع، لانه انا كانوا من زمان يجبروني استعمل اليمين. هلا شو بتستعملي اي ايد؟ سوري؟ شو بتستعملي هلا اي ايد لتكتبي؟ بستعمل الاثنين. الاثنين وبتكتبي ذات الخط تقريبا؟ لا بس كانوا يجبروني بالمدرسه استعمل اليمين. شفتي كانوا يجبروك؟ اهلك كانوا يجبروكي كمان؟ سريع؟ اهلك كمان كانوا يجبروكي تستعملي اليمين؟ كانوا انه شيء غلط استعمل الشمال. عندك سؤال؟ كيف عرفت؟ كيف عرفتي انه انت فشلوية؟ انه على طول استعمل الشمال انه ارتاح اكثر. منيح انه كان عندك الجرأة بتقولي انه انا معقول كون فشلوية، لانه هون كمان كثير الولد اوقات بحس بقلة ثقة وبتصير هويته مزعزعة لانه بحس في شيء غلط بجسمه. حسيتي بكل هالتأثير ميرنا؟ ايه صح. حسيتي هيك؟ نعم. وكيف خطك هلا؟ خطي منيح. جربتي تقلبي للشمال؟ تعودت انه اكتب باليمين. بالنتيجة اكيد التكرار والتمرين بفيد. يمكن يكون منيح كمان واحد يكتب بالايدتين، ما بدنا نظلم الاهل اللي بوقتها كانوا يفكروا انه مش منيح. هلا اكيد مرات كثير بلا قصدهم الاهل بيعملوا هذا الشيء. الشيء اللي قلته عن الاف ام يروار كثير بصير، يعني بلا قصد الام لانه هي يمينيه بتشتغل باليمين قدام الولد، بقى هو رح يقلدها تلقائيا، عن جد بيكون بلا قصدها وبتنقل له اياها. عندها شيء اسئله؟ ما بعرف. عندك سؤال ميرنا؟ سكرت الخط ميرنا. بتشاركنا بس انه كمان كانوا يجبروا يستعملوا الايد اليمين. كنا عم نقول ابتداء من عمر الخمس ست سنوات لازم نترك الولد على راحته، مش عمر ثلاث سنوات لنبلش نعرف عن جد اي ايد بيقدر انه يستعمل. اذا عنده بروبليم يارا الولد، اذا صار عنده اي مشكل بالكتابه او مشاكل بسيكوموتريسيتي او حركه، يعني حركه باليد، بيتعالج بنفس الطريقه اللي بتعالجوا فيها الولد اللي بيكتب بايد اليمين او بتعملي له يعني تمارين مختلفه او كيف؟ هون الصعوبه، نحن كاخصائيه عم نتكيف عاده مع المدارس، يعني عم نجرب نقول لهم قد ما فينا انه بكير نعرف، بس ما فينا كمان نضيع له وقت للولد ونضلنا نطلب منه يكتب ساعه اللي بده بهالايد ساعه اللي بده بهالايد، فعم نجرب نمرق الاختبارات بوقت بعمر مبكر، عم نجرب قد ما فينا نحن والاهل نعمل ريسيرش تبعنا تنقدر نعرف هو اي جهه ونقوي له الجهه يلي هي مفروض تكون صحيحه عنده. هلا وقت يوصل لعنا الولد كرمال مشاكل ثانيه جايه رواسب من ورا هالمشكله، مش على طول عم فينا نغير، مش على طول فينا نقلب، مثل ما قالت مدام انه مرات خلص الولد تعود تمرن خلص، شو بنعمل؟ من اول جهه لضعيفه يلي هي مش مفروض تكون اصلا جهته الصحيحه بنقويها، يعني بنعمل تقويم اذا هو كان فشلاوي من اول جهه اليمينيه وبنشيل الرواسب الثانيه، يعني التكركب، قله التنظيم، التشقلب بالاحرف بنشتغل عليه. هذا باي عمر بتعملوا هيك؟ يعني بتستسلموا بتقولوا خلص بلش يكتب باليمين بنكمل باليمين؟ اجمالا سبع سنين وطلوع. سبع سنين وطلوع.
تمارين مختلفه اللي بتعملوها عن الاولاد اللي بيكتبوا بايد اليمين او هي زيها؟ لا هلا البسيكوموتريسيتي اصلا اون جنرال نحن بنرتكز كثير على اللعب على التمارين الحركيه، فاذا كنا عم نشتغل على الكركبه وعلى قله النظام عند الولد وهو ورش وهيك بنشتغل بكل بنفس الاسلي بالالعاب اللي بدها تنظيم لعب البالون لعب البولينج. هو معروف انه الالات كنا عم نحكي شوي تحت الهواء انا وانت يارا عم نقول انه الالات اللي اخترعت بالعالم اجمالا اخترعت من اشخاص بيستعملوا ايد اليمين لا اشخاص بيستعملوا ايد اليمين، من هيك اللي بيستعملوا ايد الشمال بيصيروا موهوبين اكثر ان كان بالبيانو او بالرسم او باي اله بيقدروا يتكيفوا يعني بدها مانيبيولاسيون. الالعاب الاولاد كمان هيك يعني العاب الاولاد هل هي مصممه ايضا للرايت هاندد؟ كلهم هلا بلشنا نشوف من جديد المقص، مثلا في مقص للفشلاوي لان احنا بنعرف المقص عنده ميله دويره وميله اطول بتفوت اصبعك هيدا بالفوق وهدوك تحت. هلا صرنا عم نشوف العكس، هلا بلشنا نشوف ستيلويات للفشلاوي والحلو بتشوفي انه الاولاد الفشلاويه بتلقطوا كثير بهيك اشياء لانه بحسوا انه على القليله حدا فكر فينا لانه هن اقليه كثير. مزبوط بيطلعوا موهوبين اكثر من غيرهم الاولاد اللي بيكتبوا بال يعني من ناحيه انه هن عم بيتكيفوا، من ناحيه انه هن اذكى، ومن ناحيه انه قدروا يسيطروا على مشاكلهم، هي اذا قدروا اكيد. شو النصيحه اللي بتعطيها للاهل اليوم اللي عندهم اولاد بيكتبوا بايد الشمال؟ كيف فيهم يقووهم يعطوا؟ لانه مرات الولد هو بيتضايق انه هو غير بقيه اصحابه. أكيد. مثل الولد اللي بيحط عوينات وبكون كثير صغير وبالصف ما حدا حط عوينات بيروح مستحي. الولد اللي بيختلف بالكتابه عن الباقيين كمان بحس حاله مزبوط اوقات الولد هن بيلاحظوا. هلا اي متى بتبين هيدي الشغله؟ بالصف وقت يقعدوا على البنوك الاولاد، اذا ولد فشلاوي قاعد حد ولد يمين كثير بيضربوا ببعضهم، هون ببلشوا الاولاد اكتب بتاني ايد، ليه عم تكتب بهالايد؟ هون مهم نقول للمدارس ينتبهوا وين يقعدوا الاولاد، يعني قعدوهم جهه برا اذا هو فشلاوي، ومهم انه الاهل يبسطوا الموضوع، يعني مثل ما نحن عنا هوايه ما عنا هوايه ثانيه، مثل ما نحن دوي لشيء نفس الشيء يعني، ويراقبوهم ويتركوهم على حريتهم وما يكبروا القصه، ويقولوا للمدرسه يعني اللي بينتبه اكثر يقول للثاني وينبهوا. لازم يتذكروا كمان انه كثير من الاشخاص الموهوبين بالعالم ان كان لاعبين فوتبول او ميوزيشنز او غيرها كمان بيستعملوا الايد 100% الشمال وفيهم يكونوا كثير موهوبين. شكرا لك يارا، اهلا وسهلا فيك، بدنا نكون جاوبنا على كل اسئله المشاهدين. تينا صباح الخير. شو هالاخضر الحلو؟ ثانكس. انا بس كنت بدي اقول انه بفتكر الولد الفشلاوي عنده افانتاج على الشخص العادي اذا بدنا نقول، انا بعرف ان بنتي فشلاويه وبالعكس بحسها privileged ان كان بالمدرسه او مع اصحابها او حتى عندنا بالبيت، بتحس انه عندها شيء يونيك سبيسيال باقيين ما عندهم. هذا لانه انتم بتتعاطوا مع الموضوع بشكل ايجابي يمكن، بس حتى المدرسه انه هيك بيحضنوا هالشيء عند حدا منهم فشلاوي. انت بتكتبي بايد الشمال؟ لا لا يمين، نحن كلنا يمين بالعائله بس هي كثير منيح انه انتبهوا. هي كثير اهين للاهل اللي هن فشلاويه يلاحظوا اسرع لانه في فاكتور، بس هي منها وراثيه، في فاكتور بيقولوا دراسات انه بلا في وراثه يعني اجمالا اذا الاهلين فشلاويه في 50% نسبه انه يطلع الولد فشلاوي. يعني انا مش موافقه على كلمه فشلاوي بعدني، بس خلص انا قلتوها كثير هلا فشلاوي يا ساري بكل الحالات رح تعمل مشكله. يا ساري طلعت كلمه سياسيه وفشلاوي جاي من فشل، بدنا نلاقي كلمه للفت هاند. بدنا نشوف اذا ايسر بلا ما حدا ينتقدنا اذا بتزبط. ذكرتينا بزياد الرحبان يا ايسر، هنتقل لعندك تينا. اوكي ثانك يو.